السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهاردة هنعمل المكرونة بالفراخ او المكرونة النرجسكو بالمنظر ده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ والابيض ده جواها ده جبنة موزاريلا سايحة فيها. نشوف بقى عملناها ازاي مع بعض، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله، ونبتدي ونشوف عملنا المكرونة دي ازاي. اول حاجه هنعملها مع بعض البانيه، هنشوحه مع بعض قطع البانيه الصغيره. تمام، انا هنا بقطع كده الفراخ زي ما انتم شايفين مكعبات. تمام، طبعا انا بجري الفيديو عشان ما اطولش عليكم. انا هنا بقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين، وهغسلها حلو جدا وهصفيها، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. كده بقى معايا المادة الدهنية بتاعتي السمنة زي ما انتوا شايفين، وبعد ما غسلت البانيه وصفيته او الفراخ هنزل بيها بقى في السمنة وهشوحها. زي ما انتوا شايفين كده انا باخدها من المصفى، يعني انا غسلتها كويس وصفيتها. اشوحها كويس جدا ونشوف هنضيف عليها ايه. كده بعد ما اتشوحت معايا زي ما انتوا شايفين هضيف عليها البصل، بصلتين كبار كده. وبعد كده هضيف التوابل بتاعتي اللي هي بابريكا، فلفل اسود، كمون، بهارات فراخ، وقرفه، وملح، وكركم. ماشي، هيدي معاكي هنا لون اصفر كده ان انا ضفت كركم. وهكتب لكم طبعا التوابل في صندوق الوصف. يبقى انا ضفت ملح، فلفل اسود، كمون، بابريكا، كركم، قرفه. تمام، زي ما انتم شايفين كده الفراخ بتاعتنا بقى شكلها جميل وجاهزه. هسيبها بس تستوي شويه والبصل يدبل وندفع عليها. يبقى كده معانا جهزت خلاص. نشوف بقى اللي بعده. اول حاجه هنعملها مع بعض هنسلق المكرونه. انا ضايفه ميه سخنه زي ما انتم شايفين كده، وهنبتدي نعمل مع بعض البشاميل بكل سهوله. انا ضفت هنا المادة الدهنية بتاعتي، ضفت السمنة، اي مادة دهنية تحبيها، زبدة، اللي انت حباه يعني. يعني الاحسن لا سمنة لا زبدة تعملي بيها البشاميل. ويا سلام لو حطيتي سمنة على زبدة. هضيف هنا 4 معالق دقيق زي ما انتوا شايفين. بعد كده زي ما انتوا شايفين انا بشوحها في السمنه، طبعا ما بخليهاش تحمر، انا عايزاها بالمنظر ده كده. وهبتدي اضيف بقى اللبن واحده واحده. اللبن هنا كده واحدة واحدة طبعا، وبايديك التانية تقلبي بالمنظر ده عشان ما يكلكعش منك. طبعا هجيب بقى المضرب احسن
في التقليب اهو بالمنظر ده كده. بعد كده هبتدي بقى ان انا عايزة اضيف علبة قشطة زي ما انتوا شايفين، قشطة اهي. والملح وهضيف فلفل اسود، لو عندك فلفل ابيض ضيفي بس انا عندي الاسمر ضفت. وهبتدي اقلب برضو بالمضرب. طبعا لو عندك جبنة كيري ضيفي او جبنة نستر تدي برضو طعم جميل جدا. شايفين انا عايزة بقى القوام ده، مش عايزة تقيل زي البشاميل العادي، عايزة القوام الخفيف ده هيدي طعم جميل جدا. وهتشوفوا النتيجة في الاخر هتبقى روعة. انا عايزة القوام ده تمام كده. احنا خلصنا خلاص البشاميل، هنبتدي بقى نشوف هنعمل مع بعض المكرونة ازاي. وكده بقى هنحضر مع بعض صينية المكرونة بالفراخ او النجرسكو. انا هنا طبعا سلقت المكرونة نص سلقة وهضيف عليها الفراخ بتاعتي بالمنظر ده، وهبتدي اقلبها كويس. زي ما انتوا شايفين كده طبعا لازم اقلبها كويس، اخلي المكرونة كلها مندمجة مع الفراخ ومع الصوص بتاعها. تمام. وبعد كده هضيف زيتون مخلي، لو عندك زيتون مخلي ضيفي. ولو عندك فلفل شرايح تقطعيه شرايح برضو ضيفي، حاجات بسيطة هتدي برضو طعم حلو. انا ضفت هنا الزيتون اللي هو متوفر عندي تمام، وهقلبها برضو كويس بالمنظر ده. وبعد كده نشوف هنضيف مع بعض ايه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ اهم حاجة المكرونة تكون نص سلقة عشان ما تكونش معجنة. هي ريحتها كده جميلة جدا والله، عايزة تتاكل كده. وبعد كده هضيف البشاميل بتاعي، شايفين خفيف ازاي؟ مش تقيل زي البشاميل العادي. وهقلبها كويس. تمام. اهو بالمنظر ده كده. ده صوت عربية عندنا بره. بعد كده هنشوف هنضيف مع بعض جبنة موزاريلا، هضيف شوية جوة المكرونة وطبعا هضيف عليها من فوق. تمام. هنبتدي نعملها مع بعض في الصينية. انا هدهن هنا الصينية بتاعتي سمنة زي ما انتوا شايفين اهو، هدهنها كويس.
وبعد كده هبتدي بقى اصبها في قلبها بالمنظر ده كده. هبتدي افردها كويس وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه. هجيب بقى الجبنة الموزاريلا هرش عليها شوية من فوق. يبقى انا حطيت شوية في قلب المكرونة من جوه وهبتدي احط شوية كمان من فوق بالمنظر ده كده. انا هغطي الوش بتاعها كله بالجبنة الموزاريلا زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص خلصت معايا اهي. انا مولعة البوتاجاز على 180 درجة على الرف الوسطاني. هي مش هتاخد معايا وقت ان هو كل حاجة جواها مستوية. وهنشوفها مع بعض لما اخرجها من البوتاجاز. تمام، انا لسه بحط برضو جبنه موزاريلا غرقتها لهم بقى. ندخلها بقى الفرن ونشوفها بقى لما تطلع. وكده لما المكرونة طلعت معايا نشوفها بقى بطبق التقديم مع بعض. وكده حبايب قلبي المكرونة بتاعتنا خلصت وحطيناها في طبق التقديم بالمنظر ده. طبعا الابيض اللي جواها ده جبنة موزاريلا سايحة جواها وعملت جنبها بانيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونش باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.